هناك خطوات عند الله عظيمة يحبها سبحانه وتعالى. ما هذه الخطوات؟ وما هذا الانتقال؟ وإلى أين حتى أصل في الدنيا وعلى الأرض مكان يبلغني الله به أن أبلغ الجنان؟ إن الخطوات السائرة إلى بيوت الله، إن الذين يذهبون إلى بيوت الله ليؤدوا فرائضه هناك، وليناجوه وليقفوا بين يديه وليركعوا ويعظموا ويسجدوا ويدعوا، أولئك من السعداء وخطواتهم عند الله تبلغ الجنان. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح. الله أكبر. إذا راح أي عاد بعد الزوال في صلاة العصر والمغرب والعشاء، أما الغدو فهو في النهار ذهابه إلى صلاة الفجر وإلى الظهر. هذه الخطوات عند الله عظيمة، ومن كرمه جل وعلا أن الذاهبين إلى بيوته يعد لهم نزلا، والنزل مكان النزول، وقيل المراد به مكان الضيافة. ولذلك نحن في بيوتنا نضع غرفة للضيوف فنجملها، نعطرها، نحسن أثاثها، لأننا نريد أن نكرم الضيف. أنت ضيف الله بما أنك تغدو وتروح إلى بيوته،